السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هلا وسهلا، هلا بصديقة البرنامج. أهلا. مرحبا بك، حياك الله يا فاطمة. يلا استعيني بالله وأكملي من آية رقم 5 من قوله سبحانه: ليدخل المؤمنين والمؤمنات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم دائرة ايش؟ دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. بسم الله عليك، ما شاء الله عليك يا فاطمة، يعطيك العافية على هالقراءة الجميلة. شكرا جزيلا لك يا فاطمة.